السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحل بروبلم الفايس فيرسا موجود على كود فورسز. الانبوت بتاع البروبلم هيكون عبارة عن 2 لاينز. اللاين الاول هو عبارة عن ال numbers of characters in the word، واللاين التاني هيكون عبارة عن ال word ذات نفسها. بالنسبة للاوتبوت هيكون برضو عبارة عن 2 لاينز. اللاين الاول هو ال reverse بتاع ال word اللي احنا دخلناها، واللاين التاني هو يا yes يا no، على حسب لو كانت الكلمة باليندرم هنطلع له يس، لو كانت الكلمة نوت باليندرم هنطلع له نو. عايزين نشوف شرح اكتر عن الكلام ده. احنا مطلوب مننا هنطلع له اول حاجة الريفيرس وورد، نعمل الوورد ريفيرس ونطلعها. اللي مش فاهم يعني ايه ريفيرس، يعني انا عندي كلمة مثلا وليكن كلمة زي كلمة الـ ACM، بدل ما بقرأها من الشمال لليمين، لا انا عايز اقرأها من اليمين للشمال، فهتكون MCA، هو ده كده الريفيرس. طيب الاوتبوت التاني هيكون عبارة عن ان احنا نعمل تشيك على الوورد اللي احنا دخلناها ونعرف هل هي باليندرم ولا نوت باليندرم. طب هنعرف منين؟ من الريفيرس اللي احنا عملناها. الوورد بتكون باليندرم لما يكون الريفيرس هو الوورد ذات نفسها. طيب لو كان في اختلاف ما بين الريفيرس وورد والوورد ذات نفسها، فيبقى كده الوورد دي نوت باليندرم. طيب خلينا نشوف examples. ال ACM انا قرأتها MCA، فيبقى كده نوت باليندرم، لكن ال ABPA الريفرس بتاعها ABPA والاتنين مفهومش اي اختلاف، فيبقى دي كده باليندرم. طب تمام، عايزين بقى نعمل implementation للكلام ده. فنروح نكتب الكود. مبدئيا انا هعرف char array والsize بتاعنا 1000 لانه في المسألة قال لي كده، وهعرف array تاني ونعرف السبب ايه بعدين، وهدخل السايز وهبتدي ادخل عناصر الاري 1. وهعمل كوبي من اري 1 واحطها جوه اري 2. طيب الخطوه دي لازمتها ايه؟ بكل اختصار الخطوه ديت ان انا عملت كوبي من اري 1 حطيته جوه اري 2، لان انا دلوقتي حالا اري 1 هعمله ريفيرس، وعايز ابتدي اقارن الاري الاصلي بالاري ريفيرس اللي انا عملته ده. طب خلينا نشوف ازاي نقدر نعمل ريفيرس للاري. في بيلت ان فانكشن اسمها ريفيرس، بتحط فيها اسم الاري بتاعك اللي انت عايز تعمله ريفيرس واسم الاري بلس السايز. يعني هي بتتكون من 2 بارامترز. البارامتر الاولاني هو اسم الاري، البارامتر التاني هو اسم الاري بلس السايز. بس انت كده عملت ريفرس. تقدر طبعا تعمل سي اوت براحتك، خلينا نجرب. طب كده وليكن مثلا انا ادخل كلمة زي كلمة ACM، المفروض يطلع لي MCA. تمام لحد كده وتمام. طيب انا دلوقتي طلعت له الكلمه الريفيرسد. دلوقتي عايز اتشيك اذا كان الكلمه اصلا باليندرم ولا لا. هنبتدي نعمل فور لوب بتتشيك على حاجه زي كده اي بلس بلس. فاكرين لما قلنا ان احنا هنا هنعمل كوبي من عناصر الاري 1 وهنحطها جوه عناصر الاري 2؟ فدلوقتي هنعمل اف كونديشن وهنقول لو الاري 2 اوفل اي not equal الاري 1 اوف الاي، فهعرف بوليان اس برايم واديله initialization بترو. واول ما الاقي ان element واحد من element الاري الاصلي مش بيساوي ال element بتاع الاري reversed، فاقول له هنا ان اس باليندرم بقت بفولس، وخلاص بقى اعمل break لللوب. بس هبتدي هنا بقى ايه اطلع له يس او نو. تمام هنا بقى اعمل اند لاين، لان هو عايز سطر ما بين الكلمه الريفرسد وما بين يس اور نو. تمام وهقول له اف اس باليندرم يبقى سي اوت يس ويلس سي اوت نو. خلينا بقى نجرب الكود كده ككل، وهناخد اول سامبل اللي هو مدانا في البروبلم. تمام ادانا نو بالظبط زي ما موجود.
ويطلع ال reversed word. طب لو جربنا تاني sample المفروض هيطلع لنا yes. تمام تمام قبل بس ما نعمل submit للكود هنعمل اول hash include algorithm، لان احنا تحت مستخدمين function reverse، وعشان تستخدم reverse لازم تعمل include algorithm. نعمل بقى submit. تمام كود accepted، شكرا جدا.